هروح للموضوع الأهم، للموضوع السبب الرئيسي في اللي احنا فيه ده. من وجهة نظري الشخصية بالطريقة دي، لما التعامل يبقى فيه جليطة والتعامل يبقى فيه غرور ما بين قامات التحكيم أو ما بين الناس أصحاب الرموز في التحكيم أو اللي عندها يعني رصيد كويس في التحكيم، وما باقي الحكام اللي لسه طالعة أو الحكام المتوسطة في الصعود أو الظهور أو المكانة اللي موجودة، أو حتى حكام قديمة بس بقى لها فترة قريبة ولا حاجة. مناقشة غريبة عجيبة جمعت ما بين كابتن جمال الغندور وكابتن سمير عثمان. اللي خدني في الكلام أو اللي خلاني أقول كده، مش ممكن أبدا تطلع مدرسة سليمة 100% بقيادات تحكيمية بشخصيات كبيرة جدا في إدارة اللعبة أو في الملعب وانت بتتعامل كده. انت بتعمل ايه يا كابتن جمال غندور لما كنت رئيس لجنة الحكام؟ انت بتتعامل كده مع الحكام؟ بتتعامل كده مع دي الطريقة في التعامل أو تصحيح الأخطاء؟ أنا لما ليا رأي، أنا شايف الناس كلها صغيرة قدام عينيا. ليه؟ التقدير حلو والاحترام جميل وكل حاجة، لكن بعد الشغل، بعد ما ينتهي الموضوع بيك وبيا، أنت ليك رأيك وأنا ليا رأيي. مدرب صغير بيواجه مدرب كبير، كل واحد له طريقة، كل شيخ له طريقة. لكن تخش عليا تقول أنت مش عارف أنا لما أتكلم الناس تسمع، وما ينفعش تعاملني الند بالند، ده رأيي. إيه كمية الغرور والعظمة اللي ما مش لاقي لها مبرر دي؟ إيه الكمية دي؟ ايه كمية المواجهة بطريقة لا تليق ابدا بمكانتك ولا باللي قدامك كابتن سمير عثمان ولا حتى بأي حد بيواجهك في مشكلة؟ لو هي دي طريقة التعامل اصلا في المعسكرات اللي انتوا بتديروها او التطوير اللي يسمى ان هو تطوير اساسا، يعني تبقى كارثة. لما حكم كبير يبدأ يوجه حكم صغير في إدارة اللعبة او في اخطاء هو ارتكبها ويقول له لأ، انت لما انا اكلمك تسكت، لما اقول لك الصح من الغلط تسكت، يا سلام، ما ممكن يكون هو صح. مش هي حاجات تقديريه، مش هي حاجات قانونيه، مش هي حاجات في اللعبه، لكن اتكلم من فوق، اتكلم من البلكونه وبصص للناس كلها في الشارع. ليه؟ عشان ايه؟ عشان عملت كم بطوله رحتها، كاس عالم او امم افريقيا او او او، ابص للناس دي بالشكل ده او اتعامل معاهم كده؟ طب هطلع حكم عنده شخصيه ازاي؟ طب انتوا بتطلعوا تقولوا لنا كلام انتوا ما بتعملوهوش ازاي؟ اذا كان ده كان طريقه التعامل مع الحكام، لو هي دي طريقه التعامل مع الحكام، بتقولوا لهم ايه؟ يعني بتقولوا انت خلي عندك شخصيه، اذا كنت انت سالبها منه اساسا، انت سالبها منه، انت بتتعامل معاه كده. والحكم مش عايز اقول معذور، في حكام كتيره جدا، خلينا نتكلم بقى يعني على المفتوح كده وعلى الهوا. لو احنا عايزين تطوير، سيبكم بقى من الشعارات، واحنا احسن ناس، واحنا حكامنا احسن حكام، واحنا حكامنا يعني ما بيغلطوش، وحكامنا بتشوف الميه ميه وتشوف الرماد رماد. لا، احنا عندنا كوارث تحكيميه، كوارث في كل المباريات او معظم المباريات، مش في كل المباريات، في معظم المباريات. ما فيش اسبوع ما فيش راجل بيعدي. النهارده خطا تحكيمي كارثه في الاتحاد السكندري وحرس الحدود، بينتهي بتعادل الحرس مع الاتحاد. النهارده في مباراه بيراميدز والجون كارثتين، جون صحيح 100% وبنالتي صحيح 100%، ما بيتحسبوش. وفي الاخر بتطور ايه؟ بتتعامل مع الحكام كده؟ يعني لو حكم غلط في مباراه بتتعامل معاه كده؟ بتتكلم بنفس الاسلوب ده؟ بتتكلم معاه كده؟ طب هو خايف يرد؟ لو هو خايف يرد، هو خايف على فكره، مش مساله خايف منك، هو ممكن يبقى خايف على لقمه عيشه. وبتكلمها بمنتهى الصراحه ومنتهى الوضوح، في حكام كتير جدا جدا دخلها ومصدر رزقها الوحيد التحكيم، ممكن او يمكن معاه حاجه تانية معاه كده جانبيه صغيره، فبيبقى خايف على مصدر الرزق ده. فلو اتكلم لا قدر الله ولا حصل حاجه فيتوقف ويروح المنفى زي ما احمد حمدي راح المنفى. وبقولها لكابتن عصام عبد الفتاح، انا بقى من هنا هيبقى معايا ستوب واتش كده وساعه، هتشوف ابراهيم نور الدين ده راجع يوم ايه ومحمد ابو خاطر ده راجع يوم ايه، في فرق بين الاثنين ولا مفيش؟ يعني ايه؟ طب هترجع الاثنين وده هياخد نفس الايقاف وده هياخد نفس الايقاف ولا لا؟ ولا مفيش ايقاف اصلا؟ يعني ولا محمود لطفي ده برضه هيرجع امتى؟ هنحسب زي ما شفنا احمد حمدي وشفنا النهارده عبد العزيز السيد، وحظ وحش عبد العزيز السيد الحقيقه، حظ وحش. يعني ثلاث ضربات جزاء لطنطا مع الاتحاد، مع سوري مع الزمالك، والنهارده بينالتي لبيراميدز مع الجول، حظ وحش. حتى احمد صلاح الحكم المساعد النهارده، الحكم اللي اخطا النهارده في ضربه جزاء حرس الحدود والاتحاد السكندري، كان جهاد جريشه. جهاد جريشه صاحب اسم كبير ومكانه كبيره
وممكن المستقبل بتاعه يبقى جميل جدا. لعب اربع امم افريقيا ولعب كاس عالم ولعب كاس عالم للشباب ولعب كاس عالم للمحليين وخامه كويسه وعنده رصيد كويس. لكن لو طلع جهاد جريشه بنفس المنطق والاسلوب اللي اتكلم بيه كابتن جمال الغندور تبقى كارثه. لو هو ده منطق كابتن جمال الغندور وطريقه تعامله مع الناس اللي حواليه، او ده يبقى منطق كابتن عصام عبد الفتاح او كابتن احمد الشناوي او اي كابتن يعني في الامور التحكيميه، كابتن وجاه احمد مش كده اساسا، كابتن وجاه احمد هيظبط الدنيا، القماشه هتبقى هي قد كده هيفصلها زي ما هو، ما تقلقش من ده، ما تقلقش من كابتن وجاه احمد. كابتن احمد يعني بيختار حد كده يعني ايه؟ يعني بيختار حد كده يعني بيحبه، يقول لك بيختار حكام بيحبوها الناس، يعني الموضوع مش عنده ده يقدر ولا ما يقدرش، ده بيحبه ولا بيكرهه، فالموضوع عند وجاه احمد ما تقلقوش منه يعني، بسيط سلس يعني. لكن هرجع للطريقه اللي اتعامل بيها كابتن جمال الغندور. انت بتتكلم مع مش مع سيبك من، مش عايز اقول الكابتن سمير عثمان حكم دولي وحكم رائع وحكم ممتاز وله تاريخ كبير و لكن انت بتتعامل مع الناس اللي طالعه دي ازاي؟ في المعسكرات بتقول لهم ايه؟ الشخصيه بتقول لهم ايه؟ وبعدين انتوا في الاهلي ده على اساس ايه حضرتك؟ ده على اساس طب احنا في الاهلي النهارده اهو بنقول بيراميدز ليها بنالتي وليها جول صحيح 100% بنقولها. تعالى اذكرك انت بقى، انت قلت ايه على اللعبه اللي جايه دي؟ اشتغل يا ابني. حاله في منتهى الاهميه. هنا في تنافس على الكوره من كلا اللاعبين، محمد الحنفي موجود في مكان رائع وقرر انه الالتحام اللي حصل ده بشكل طبيعي. طبعا هو لاعب النادي الاهلي، هو سعى ان هو يروح وادي الالتحام حصل. هل هنا حصل بعد هذا الوضع اللي هنشوفه مع بعض من هنا، هل حصل بعد هذا الوضع اي تدخل من اللاعب؟ اعتقد انه هنا استمر الالتحام بشكل شفناه بنشوفه كتير في كرة القدم، ولا توجد مخالفة. لا توجد، وعايزين تدخلوا الجنة يا اخي، يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، لا توجد. طب ايه ده؟ الحق حق، الحق احق ان يتبع، الحق في كل حاجة بقى، شهادة، كلمة، يعني حقيقة. دي مش بينالتي. الالتحام حصل، هل تم استمر الالتحام؟ لا ما استمرش الالتحام، اعتقد ان هو شكل طبيعي. تعتقد؟ ما عنديش تفسير ولا رياكشن غير وعايزين تدخلوا الجنة. عارف يعني، عارف لما اتقالت دي. طيب هات لي التانية، معلش هات لي التانية، هات لي بتاعت أزارو، هات لي بتاعت أزارو، الأهلي والإسماعيلي. على فكرة الكرة دي كانت في الأهلي ووادي دجلة اللي فاتت، كملها، كمل يا باشا، كمل كمل. اقف يا باشا، لا كمل يعني، يعني رجع سنه كده لحد ما الايدين بس الزق يعني. ايه يا كابتن جمال؟ كفايه كده، تعالى تعالى، اهدي ما تعرضتش في الحالات التحكيميه خالص. طب انا مساعد، شغلتي التسلل، لما يتحسب زي النهارده احمد صلاح يعني خطأه الفاتح في مباراه بيراميدز والجونه، تمام دي شغلتك انت جاي من بيكو عشان دي. انت بقى حضرتك خبير تحكيمي زي الفل ورائع جدا، شغال في القناه عشان تجيب الحالات التحكيميه. تصوروا بقى، والله ما جاب دي خالص، ما جابهاش خالص نهائي، ما جابهاش. برنس الحياديه، انا لما اتعامل ما يتعاملش ند بند، ده رايي ورايي، ملوش علاقه بند وند، ملوش علاقه ابدا، يعني بمثابه الاب للابن. انا ما بب... يعني ما بهدش ابني، ما بطلعوش من عدوم الشخصيه، ابقى كده بهده ازاي؟ ابقى كده ببنيه ازاي؟ اطلع حكام ايه؟ وبقول للحكام، عارف ممكن تبقى الظروف وحشه، عارف وده مش في الكوره المفروض يتقال، بس عارف ممكن تبقى الظروف وحشه وممكن الناس تبقى محتاجه جدا جدا ان تكون موجوده في الحته التحكيميه، عارف عارف، بس تتحرق لقمه العيش لو باهانه، لو هي دي، لو هي دي طريقه التعامل مع الحكام اللي المفروض ان هم قامات كبيره جدا
المفروض لو هي دي طريقة التعامل في المعسكرات أو تصحيح الأخطاء أو الرأي والرأي الآخر تتحرق لقمة العيش يا أخي. مش هيجيلك حكم 100% 10 على 10 إلا لما يكون شخصية كبيرة جدا ومقتنعة بكلامه وأنت تديله ده وتديله مساحة في الرأي. لو كده بقى يا بهاج جريشة حضر نفسك يعني لمشهد متكرر في حكامنا الكبار سواء كابتن جمال غندور ولا كابتن عصام عبد الفتاح ولا كابتن احمد الشناوي. قلت لكم وجاه احمد ما تخافوش منه ما تقلقوش، هو بيودي حكام تبسط الناس، يعني الناس ده بيحبه بيحبه ما تقلقش هيبقى مبسوط. فاكرين انتوا طبعا جهاد جريشه بقى حضر نفسك لداء العظمه على ايه مش فاهم، على حاجه كبيره قوي 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 يعني قوي. طب جهاد جريشه كاس عالم واربعه امم افريقيا 2012 و13 و15 و17. طبعا عايز اقول لكم بقى ان حاج جهاد جريشه ده الحكم الوحيد في مصر اللي حكم نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين وفاء الصيف ومازيمبي، الحكم الوحيد في مصر. ما عملهاش عصام عبد الفتاح وما عملهاش جمال الغندور، لا ده عملها ولا ده عملها. ده حكم سوبر صحيح 99 جمال الغندور كابتن جمال الغندور، وده حكم سوبر 2016 او 17 مش فاكر 2017 ما بين مازيمبي وصن داونز تقريبا. ايه التواضع حلو جميل، اتصور مع الناس واخدهم يعني في سكه حلوه واتكلم مع الناشئ بشكل كويس، لكن ما اتكلمش بالشكل ده بالغرور ده بالجلياطه دي ليه؟ اتمنى بقى ان الناس يعني لا زي ما احنا بنتكلم على الحقيقه وبنعترف ان في وبنقول زي ما الصوره قالت زي ما الصوره وضحت زي ما الصوره جابت اوكي هدف لبيراميدز وبنالتي كمان لبيراميدز، انت كمان ما تنساش ما تعديش عليك يعني كره وليد ازارو وما تقولش الالتحام طبيعي بره. هل استمرت؟ انا جبتها لكم صوت وصوره زي ما هو قال بالظبط. اوكي معانا على التليفون واحد من الحكام الكبار جدا 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 واللي كله مشهد